قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. صدق الله العظيم. المعاقين في مصر 12 مليون معاق. يعني قوة. فين اللي احنا عديناه المعاقين عشان يبقوا قوة قدام العالم كله؟ وطبعا حضرتك يا فندم قعدت مع وليد وزملائه. انا كنت عايز اقول الدوله بتقول حاجتين للمعاقين في مصر وعامه للشباب الغلبان الجدع. بتقول جوه في بلدك موت يا معاق. موت يا معاق. موت يا نصره. موت وانت مكسوف الراس. موت يا معاق في فرصه لكفنك. فطرة بلدك راح من بالك. استحملت كتير يا معاق. برافو. استحملت كتير يا معاق. وشبرك داخل قلبك ماشي. وكل مشاكلك اهي محلولة. والدولة هتديك عكاز. علشان تبني بيه على همك. وجميلك على عيني والراس. بس الحكومة مش هتيجي تعالي. دفنك هيكون شيء حساس. الحكومة قاعدين في مكاتب قهوة زيادة فيروز أمامك. موت يا معاق عقبالنا تلاقي شقه رخيصه وفيها وزجاج. موت يا معاق عقبالنا تلاقي وظيفه نظيفه تكون بنعاش. موت يا معاق عقبال ما تفكر تبقى زويل او تبقى زباله. موت يا معاق عاوز تتجوز. الله يعافيك. يعني اتجوز احنا يا حاج. موت يا معاق عاوز تتجوز. اوعى تفكر يوم في جواز. موت يا معاق عمرك كده طول في همومك جوه الانعاش. موت يا حمار مش هقولك تاني جوه بلدك بلا انجاز. موت يا حمار. موت يا معاق. اسف. موت يا شهيد وافرح في الجنه. ثمن الجنه مش ببلاش. موت يا معاق. شكرا. عايز اكلمكم وعودوا. هو عارف ده برنامجي. انا طبعا بتكلم عن التحدي. انا بحب ان الاسم المنسوب مش المعاق او ذوي الاحتياجات الخاصه. متحدي الاعاقه. برنامجي انصاف واجب يوم تشريع يتفق مع الاتفاقيه الدوليه لحقوق متحدي الاعاقه. حاليا انا بطالب معاهم بإني يبقى لهم ممثل في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. سوف أنشئ إذا ربنا شاء وكنت رئيس جمهورية وزارة خاصة أو مجلس أعلى لشؤون متحدي الإعاقة ووزيرها هيكون نبيل متحدي الإعاقة نفسه. خلي بالك النظام اللي فات عوض مصر فيعني ان شاء الله هناخد اعاقتنا جميعا. انا بشكركم وبحييكم وربنا يبارك فيكم. في